مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. إذن على وقع قصف المنطقة الخضراء بدأ التصويت السري لانتخاب رئيس الجمهورية 11 في تاريخ العراق، فيما أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة بحضور 269 نائبة. من جديد مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة لأحداث مجلس النواب العراقي لاختيار مرشح أو رئيس الجمهورية الرابع للعراق، وكذلك بعد انتهاء طبعا الجلسة الأولى أو جلسة الحسم الأولى بانتظار جلسة الحسم الثاني. حتى هذه اللحظة هناك العدد من الحضور قد وصل إلى 269 نائبا في البرلمان، إذن نحن على مشارف 270 نائبا. للمزيد عن ذلك تنضم إلينا شبكة مراسلينا من داخل قبة البرلمان علي عبد الكريم، ومن بعدها من بغداد أيضا علاء الحديدي. إذن أبدأ معك علي، ما آخر المستجدات لديك؟ تفضل يا علي. نعم عبد الرحمن، يعني عملية التصويت السري لا زالت مستمرة لغاية الآن. يعني العملية مستمرة، يعني حاليا النواب بالتحديد إلى الأسماء التي تبدأ بحرف الحاء، ستستمر هذه عملية التصويت بالنسبة للجولة الأولى، بعدها سيكون عد وفرز، وبعد ذلك ممكن أن تكون هناك جولة ثانية بين الاثنين الأعلى أصواتا من الجولة الأولى. بالتالي كل الأمور هنا يعني على ما يرام. النواب هنا يعني بعض النواب يرجح كفة عبد اللطيف رشيد، وذلك من خلال التوافقات التي حصلت في بغداد وأيضا في أربيل. بالتالي يعني كل الأمور هنا ستتضح أكثر خلال الدقائق القادمة. جيد، خلينا ننتقل لعلاء الحديدي. علاء، حدثنا عن وضع الشارع طبعا بعد القصف الأخير الذي طال المنطقة الخضراء، حركة السير، القطوعات وإلى آخره. نعم، نشاطر حديث علي من داخل البرلمان وننقل وقائع المستجدات الميدانية طفل في بغداد، ونحن نقف على مسافة تفصلنا بضع كيلومترات عن مقر البرلمان الذي تجري فيه عملية التصويت على اختيار مرشح رئاسة الجمهورية. هذا اليوم الذي بدأ لربما بوضع أمني متوتر إلى حد ما بعد أن استهدفت المنطقة الخضراء بمجموعة من الصواريخ، وكان هنالك بيان لخلية الإعلام الأمني بينت موقع سقوط هذه الصواريخ. كانت هنالك نوع من الإجراءات الأمنية المشددة نسبيا عند المناطق المحيطة بالمنطقة المحصنة حكوميا. استطاعت القوات الأمنية خلال الساعة الماضية من تحديد بعض المناطق التي انطلقت منها هذه الصواريخ، وتعاملت مع المعلومات التي وردت من الأجهزة الاستخباراتية بشكل دقيق، وهي في طور ملاحقة هذه الجماعات التي استهدفت أمن العاصمة العراقية بغداد بشكل ميداني وبشكل واقعي. أرجاء المنطقة الخضراء الآن تبدو أكثر هدوءا واستقرارا، عادت حركة الشارع طبيعية جدا في هذه المنطقة التي تعد
منطقة أو مركز حيوي لحركة المواطنين، كونها تحتوي على بعض المؤسسات وبعض المراكز الخاصة بحركة المركبات النقل البري وما شابه ذلك، باستثناء القطوعات لجسري الجمهورية والسنك التي هي باقية على قيد قرار عمليات بغداد منذ يوم أمس وإلى الآن. بالتزامن مع هذه الجلسة تخلو بعض شوارع بغداد من حركة المارة بعد خروج الموظفين وعودتهم. قبل قليل كان هنالك حديث عن قطع الطرق المؤدية إلى مدينة الصدر، هل ذلك دقيق علاء؟ يعني لا يمكن أن نجزم يعني حقيقة هذه الأخبار المتناولة، كوننا الآن نغطي وقائع المشهد الميداني في جانب الكرخ في بغداد، لكن وفق المجسات التي نمتلكها بأن هنالك انتشار أمني مكثف بدا هو واضحا منذ يوم أمس في بغداد، ومستمر هذا الانتشار هو مستمر حتى عند الجسور المفتوحة، تحديدا جسر باب المعظم وجسر الشهداء وجسر الأحرار وأيضا المداخل الخاصة بمنطقة مدينة الصدر. كانت هنالك مقاطع فيديوية أشارت إلى حركة غير طبيعية للقوات الأمنية في تلك المناطق، لكن إلى الآن لم يتم التأكد بأن هنالك عملية إغلاق محكمة للمداخل الخاصة بمنطقة مدينة الصدر. قيادة عمليات بغداد هي كانت واضحة عندما قالت أن الممارسة الأمنية هي حق أمني مكفول لكي تتمكن القوات الأمنية من بسط إجراءاتها بأريحية والتعامل مع أي مستجدات قد تظهر خلال جلسة البرلمان، يعني قد يكون بالإمكان أن هنالك تحرك أمني في حال استجد شيء في بغداد بانتشار هذه القطعات التي سوف تباشر بنصب بعض السيطرات وبعض القطوعات من أجل الحد من التحركات المباغتة. لكن نعم حتى هذه اللحظة وفق المشاهدات العينية، ولربما نحن نشارف على ختام الجولة الأولى للتصويت على انتخاب رئاسة الجمهورية، لم يستجد شيء ميداني على مستوى قطع بعض الطرق أو قطع بعض الممرات المؤدية إلى المناطق الحيوية في بغداد، ونتابع ونرصد هذه الأجواء بشكل ميداني طيلة هذه التغطية. أبقى معي على أنتقل مرة أخرى، أعود إلى علي عبد الكريم. علي، هل لديك معلومة عن عدد أو من هي الكتل التي قاطعت الجلسة اليوم وأعداد المقاطعين؟ نعم عبد الرحمن، يعني قبل ذلك انتهى الآن عملية التصويت السري، عملية العد والفرز أيضا ستبدأ لفرز الأصوات وإعلان الفائزين الأعلى. يعني هذه هي آخر الأخبار هنا. أما بالعودة عن المقاطعين، كانت هناك مقاطعة من قبل نواب امتداد إشراقة كانون، بعض النواب المستقلين الذين أعلنوا مقاطعتهم لجلسة اليوم، تحدثوا أننا لا يمكن أن نقبل بموضوع التوافق وغيرها من الأمور، يعني كانت هناك أسباب خاصة. أما بعض الكتل الأخرى، يعني كما نشاهد الآن أكثر من 270 نائب داخل القاعة الكبرى بمبنى البرلمان، انتهت كما ذكرت قبل قليل عملية التصويت السري. ممكن يعني خلال أقل من نصف ساعة سيتم إعلان الأعلى الأصوات الأعلى، وبعدها ستكون هنالك الجولة الثانية. جميل جدا، خليني أرحب بالأستاذ محمد الياسري من بغداد، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بحضرتك أستاذ محمد. هل تتوقع بعد انتهاء طبعا مرحلة التصويت السري، يعني هنالك أنباء تتحدث عن ظفر السيد برهم، عفوا السيد لطيف رشيد بأكثر الأصوات؟ على العموم ننتظر الفرز وننتظر حتى الجولة الثانية، لكن هل تتوقع تكليف اليوم، سوف نشهد تكليف السيد محمد الشاعر السوداني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولكوادركم ولمشاهدينكم الكرام. طبعا أنه فيما يتعلق بالجانب الأول، الشق الأول من السؤال، فيما من هو المرشح الأوفر حظا، طبعا وفق المعطيات الحالية الآن باعتبار الجلسة الأولى لن تكون، الجولة الأولى لن تكون حاسمة باعتبار ولن تحقق انتخاب رئيس جمهورية بالدرجة الأولى. الجولة الثانية نعم المرجح أن يكون السيد عبد اللطيف رشيد الأوفر حظا وفق المعطيات باعتبار كتلة الحزب الديمقراطي مع تحالف السيادة بشقيه بين السيد الحلبوسي والسيد الخنجر، وكذلك كتلة الحزب الديمقراطي وبعض كذلك كتلة دولة القانون وبعض القوى الأخرى أعلنت بوضوح دعمها للسيد عبد اللطيف. فيما يتعلق بقية الكتل السياسية الأخرى المنضوية في الإطار وفي تحالف إدارة الدولة متمسكة بالسيد برهم صالح، طبعا ربما في الجولة الثانية قد تتغير قناعات، أيضا
المفاوضات ما بين القوى الكردية وخصوصا في الاتحاد باعتبار الشخصين من الاتحاد الوطني الكردستاني. التوجه العام هو السيد بافل طلباني قناعاته وتحالفاته مع القوى السياسية الأخرى، أيضا تنازل السيد البرزاني عن مرشحه أعطى انطباعا بأن التنازل من هذا الجانب وأنه ذهب باتجاه التوافق ومرشح توافقي قد لاقى قبولا جزء من الإطار التنسيقي. المعطيات الآن بكل ما يحدث اليوم هو بالنتيجة أنه خرجنا من عنق الزجاجة، تخرجنا من الانسداد السياسي، اليوم وصلنا إلى مرحلة انتخاب رئيس الجمهورية، وإن كانت بعد سنة أزمة سياسية كانت لا أحد يعرف مدى انتهائها. اليوم جميع القوى متضافرة ومتفقة ومتعاونة على أن تتخلص من الأزمة السياسية الحالية بالذهاب بانتخاب أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، طبعا حتى أن لم يكن هناك توافق كامل والذهاب بخيار البرلمان. نعم في هذا الإطار، لكن الغريب أنه اليوم المرشحين الاثنين هم من الاتحاد الوطني خلاف ما كان في سيناريو 2018 ما بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني. هذه هم جزئية إلى أنه الاتحاد الوطني والسيد بافل طلباني لم يستطع حلها في الداخل، إصراره على السيد برهم صالح من جانب، قوى سياسية أخرى ذهبت باتجاه اختيار شخصي. أعود إليك مرة أخرى وأسألك أيضا على هذا الإصرار، ولماذا انسحب جزء كبير من الإطار التنسيقي من معادلة التمسك بالسيد برهم صالح؟ لكن بعد ما نذهب إلى السيد كاظم الياور، أستاذ كاظم، ترشيح ريبر أحمد سحبه من قبل الديمقراط الكردستاني وتقديم السيد عبد اللطيف رشيد، مقابل ماذا جرى ذلك برأيك؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، أحييكم وأحيي سادة مشاهديكم الكرام، كما أحيي السيد الضيف من العاصمة الحبيبة بغداد. طبعا ما يجري اليوم من انتخاب رئيس الجمهورية لربما هناك يعني في الشارع السياسي العراقي يعني شقين أو خندقين، قسم من ما موجود هو في البرلمان يعتبر أن هذه هي استحقاقات دستورية لابد من استكمالها والمضي بها لأجل يعني انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل الحكومة العراقية. وقسم آخر أو خندق الآخر في الشارع العراقي المتمثل بالقوى المدنية والشعبية وكذلك المعتصمون والمتظاهرون وقوى التشرين وبجانبهم التيار الصدري، وهم يستندون على كذلك بعض المعطيات الإقليمية والدولية، منها يعني توصيفات أمم متحدة بأن الكتل البرلمانية الحالية هم قد فشلوا في إدارة العملية السياسية، فعليهم التوجه نحو تسويات سياسية بحوار شامل مع وجرت هذه التسوية من أجل سحب السيد ريبر أحمد من قبل الديمقراط الكردستاني. لكن هذه التسوية جاءت يعني مقابل ماذا؟ لا أحد يستطيع أن يقتنع أنها جاءت نتيجة لدعوة الأمم المتحدة، كون الأمم المتحدة ما أحد سمع كلامها من زمان يعني. نعم، لم أكن أقصد بالتحديد ما جرى بالتسوية ما بين الاتحاد أو حزب الديمقراطي الكردستاني، وبرأيي الشخصي لم تكن هناك تسويات سياسية ما بين الحزبين، بل الحالة السياسية الموجودة في العاصمة بغداد، خاصة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني عندما قرأ بشكل عميق ما يريده الإطار التنسيقي أنهم سوف لن يعطوا منصب رئاسة الجمهورية إلى حزب الديمقراطي الكردستاني، فبذلك حاول الحزب أن يخرج بأقل الخسائر ما يمكن إذا صح التعبير. فعندما رضي على مرشح عبد اللطيف رشيد من أجل يعني أن يخرج بأقل الخسائر الممكنة، وهل رضي بذلك الاتحاد الكردستاني؟
كما ذكرت لا توجد هناك التسوية ما بين الحزبين، فلذلك الاتحاد الوطني لحد الآن في هذه اللحظة هم متمسكون بشكل رسمي بدكتور برهم صالح، وربما يكون هناك مفاجآت في داخل البرلمان العراقي، حيث أن نحن نعلم هناك يعني أوساط سياسية وأوساط مرتبطة ربما بأجندات أخرى إقليمية أو دولية، لربما تفضل أن يكون هناك الدكتور برهم صالح رئيسا للجمهورية. فهذه المعادلات المعقدة التي تجري في البرلمان العراقي لا نستطيع حسمها يعني أو نظر إليها بمجرد أعداد موجودة من أعضاء البرلمان في قبة البرلمان تحت قبة البرلمان العراقي. فهناك يعني أجندات أخرى هي كل هذه الأشهر الأخيرة حاولت بتأخير عملية السياسية من أجل ماذا؟ من أجل حصول على هذه المناصب. وهذه كما ذكرت يعني هي نقطة أو خندق معين، ولكن بإزاء هذه الخندق، خندق الثاني المهم والأهم الذي يعتبر اليوم ما يجري هو تتمين انسداد جدار الانسداد السياسي في العراق، فسوف لن تولد حالة انفراج سياسي في البلاد، وهي كذلك نقطة اختبار وتحول لنوايا أمم المتحدة ونوايا الدول. هل هذه الدول عندما قبل أسبوعين من الآن عندما قالوا أن العملية السياسية في العراق قد فشلت، الكتل السياسية قد فشلت، لابد من الذهاب إلى تسويات سياسية، لابد من التغيير، اليوم إذا باركوا انتخاب رئيس الجمهورية سوف يظهر يعني الوجه الآخر لهؤلاء كل هؤلاء؟ أما إذا كانت هناك مواقف دولية وإقليمية باتجاه أن يكون في العراق التسوية السياسية شاملة وحوار وطني جامع شامل لكل الأطراف السياسية لخروج بنتائج مرضية للشعب العراقي، حينها سوف تكون مواقف يعني مقبولة لدى الشعب العراقي. كما رأينا اليوم يعني تداعيات أمنية، هذه تداعيات ليست بقليلة وليست بسهلة، عندما يطلق هاونات وصواريخ إلى منطقة خضراء ويستهدف مناطق قريبة من البرلمان العراقي، كل هذه مدعاة وإشارات لما يعني ما حذرت منها قبل أسبوع أو أكثر المملكة المتحدة بريطانيا. جميل جميل. وحذرت منها حتى ألينا رومانوسكي قبل ساعة من الآن. دعني أعود إلى الأستاذ أحمد المياحي من بغداد، المحلل السياسي. مرحبا بك مجددا أستاذ أحمد. حسب مرحلة العدوى الفرز الأولى يبدو أن السيد عبد اللطيف رشيد يمتلك الحظ الأوفر للفوز بالمنصب، هذه القراءات الأولى، وبالتالي يتوقع أنه بالتأكيد هناك حاجة للجلسة الثانية سوف تكون حاسمة برأيك، وأيضا السيد شيع السوداني سوف يكلف اليوم ولن تقاطع الجلسة بأي شكل من الأشكال ولن يكون هنالك انسحابات أخرى. أستاذ محمد الياسي أسألك ذات السؤال أيضا، لأنه على ما يبدو السيد المياحي غير موجود معنا حاليا. بالتأكيد، إذا ممكن تعيد السؤال لو سمحتوا. طيب، أقول انتهت الجلسة الأولى والحظوظ تشير إلى يعني السيد عبد اللطيف رشيد، خلاص الجولة الأولى العدوى الفرز هكذا يقول على الأقل القراءات الأولى، وبالتالي تتوقع أنه سلة محمد الشيع السوداني سوف تمر اليوم أم سوف نشهد ارتدادات أخرى من قبل الانسحاب بعض النواب، مقاطعة كذا؟ بالتأكيد اليوم أي المرشحين سيكون هو الفائزا يخرج كاسبا لنتائج هذه الجولة سيكلف السيد محمد الشيع السوداني باعتبار الإطار التنسيقي والكتلة الأكبر تحالف إدارة الدولة قد حدد مرشحه لرئاسة الحكومة باتفاق وقد نال التوافق جميع القوى السياسية في البرلمان، وبالتالي اليوم سواء كان السيد برهم صالح أو السيد عبد اللطيف رشيد يكسب الجلسة اليوم سيكلف السيد محمد الشيع السوداني،
تكليف السيد السودان اليوم قائم، يعني لا جدال فيه مطلقا، الأمر محسوم. لكن الوضع يختلف فيما يتعلق بمن يكون السيد برهم أم السيد عبد اللطيف. بالتأكيد جزء من الإطار متمسك بالسيد برهم صالح ليس بالسيد برهم صالح، وإنما الموضوع فيما يتعلق باعتبار رئاسة الجمهورية من الاتحاد الكردستاني ومن القوى الكردية، وبالتالي التوافق ما بين والاتحاد مع الاتحاد الوطني الكردستاني والتفاهم الذي جرى في المرحلة السابقة، باعتبار الذي يمثل هذا الأمر هو السيد بافل طلباني، وبالتالي ما يريده السيد بافل في دعم أي من المرشحين. وهذا ما الذي يفترض هذا ما كان يخشى منه بافل طلباني بأنه تنصل عن العهود. يعني قرأت جنابك أكيد اطلعت على تغريدة السيد ليس بافل بقدر طلباني تنصل هو كانت مناشدة عميقة. نعم جدا. نعم يعني نعم، هو الطرف جزء من الإطار عندما رأى السيد البرزاني قد سحب مرشحه السيد ريبار وذهب بترشيح السيد عبد اللطيف رشيد، اعتبر هذا الجزء من حل المشكلة، وأنه تنازل السيد البرزاني عن مرشحه أيضا للاتحاد كمكون كحزب وسياسي، بالتأكيد هذا كان يجب أن يقابل أيضا بتنازل أيضا من الاتحاد الكردستاني، وهذا ما ذهب إليه هذا الطرف بتأييد السيد عبد اللطيف. فإنه الخطوة هنا اختلفت في هذا المعيار، أنه الجزء المتمسك باعتبار السيد وافل طلباني التفاهم معه، الآخر قال لا السيد البرزاني قدم تنازل، كان الأجدر أن يذهب يتم الذهاب بهذا الخيار. وبالتالي يعني هل هو انقسام في الإطار التنسيقي أم بقدر ما هو تكرار لسيناريو 2000؟ وجهات نظر، ليس انقساما بمقدار ما هو تكرار لسيناريو 2018، تخلص من الحرج بهذه الطريقة بالضبط، ولكن الفرق على لطيف رشيد حتى الفتح. نعم بالتأكيد. اليوم الفرق شنو في هذه المسألة؟ أنه الفرق في 2018 كان بين الحزب الديمقراطي والاتحاد، لكن اليوم المرشحين من الاتحاد، واحد المرشحين نال قوة في هذه المسألة، وبالتالي هذا يؤكد إلى أن هناك مشكلة في الاتحاد في عدم حسم هذه القرارات. كان يفترض في داخل الاتحاد حسم الخيارات، مثلا إذا كان في البداية أن السيد عبد اللطيف مثلا يعتذر باعتباره جزء من الاتحاد ويقول لا سنكلف السيد سنذهب بخيار السيد برهم صالح، في هذه الحالة يبقى أن موضوع الاتحاد متماسك، وبالتالي القوى جميعها تذهب بالاتجاه في دعم السيد برهم صالح، أو السيد برهم صالح ينسحب لصالح السيد عبد اللطيف رشيد. هنا لا، اليوم المسألة أنه مرشحين اثنين من الاتحاد، والسيد بافل طلباني يدعم أحد المرشحين، بينما الغريم الاتحاد السيد البرزاني يدعم مرشح أيضا من الاتحاد ومقرب جدا من السيد بافل طلباني. هنا مسألة التعقيد. ونعم الأغلبية الآن حسب الأرقام والأعداد الحسابية إذا جئنا إليها برلمانيا وعدد الكتل السياسية المؤيدة للسيد عبد اللطيف، نعم نجد هنا كفة السيد عبد اللطيف سترجح على الطرف الآخر، على السيد برهم صالح، ولكن ليس في الجولة الأولى وإنما في الجولة الثانية. جميل جدا. أثناء ذلك أو قبله كان هنالك قصف شكل بعض أنه لابد أنه يحمل رسالة سياسية ما، لدرجة أنه ألينا رومانوسكي انتقدته وأوصت بسلوك المسارات الديمقراطية، لكن الرسالة كانت للشعب العراقي ليس للطبقة السياسية حرفيا، لكن واضح رسالتها. من تتوقع أن يقف وسط الإجراءات الأمنية المشددة منذ ما يقرب تقريبا شهر يحضر لها أو 20 يوم؟ من يمكنه اختراق البرلمان بهذه الصورة أو اختراق الخضراء بهذه الصورة وإيصال رسائل كاتيوشية؟ وليس فقط المنطقة الخضراء، نعم وليس فقط المنطقة الخضراء، وإنما محطة سكك الحديد مثل جامع في العلاوي. الآن هنا أنا أسألك سؤال. لا أنا من مستحيل أقدر أجاوبك، أنا أسألك. لا السؤال هنا، لو عكسنا السؤال مرة أخرى، نعم لو عكسنا السؤال، من المستفيد من تعطيل جلسة اليوم؟ إذا حدثت جلسة اليوم من الذي سيخسر؟ قول التيار الصدري. لا بالتأكيد، لا مطلقا حسن الإعذاري جاوبك. التيار الصدري يعني ما أقدر أجاوبك، بس حسن الإعذاري. لا ليس التيار الصدري، لا مطلقا باستهجان. لا أنت تقولني ما لم أقل. لعد منه المستفيد؟ ليس التيار الصدري. هناك أطراف مستفيدة، حكومية مستفيدة من تعطيل جلسة اليوم، لأنها ستخسر مكاسب كثيرة. أنا أعتقد هذا التوجه. أطراف لن يجدد لها تقصد؟
بالتأكيد انتقد السيد الكاظمي، هذه مستفيدة، انتقد وقال هذا يا جماعة ما يصير. وبعدين تعال السيد الكاظمي بهالسهولة يسوي يقصف الخضراء أو جهات مرتبطة به. لا أنا لم أقل السيد الكاظمي، قلت جهات مستفيدة. سواف لا أنا لم أقل السيد الكاظمي يا أستاذ محمد، أنا أقول جهات مستفيدة في هذا الجانب. الجانب الآخر من هذه النقطة أنه في هذا الأمن وهذا الانضباط، واليوم جلسة لانتخاب رئيس جمهورية ومهمة جدا وتعطلت لمدة سنة كاملة في انتخاب لهذا الأمر. اليوم عندما تفشل الحكومة أمنيا في ضبط الأوضاع من الناحية الأمنية وتستهدف المنطقة الخضراء، هذا أيضا فشل يسجل على حكومة السيد الكاظمي مرة أخرى. زين، هذا فشل يسجل أمني. ما تتوقع أنه هنالك سوف يكون فشل يسجل على كل إدارة الدولة، من ضمنهم بالأساس العمود مات اللي هو الإطار التنسيقي لخسارة التيار الصدري، العمود الأول بالمكون الشيعي خلينا نقول، أو الثاني إذا التيار الصدري إذا تسمح لي. هذا شلون تتلافوه ممكن حتى بعد إذا ظفر السيد الشيعي السوداني مثل ما جنابك متأكد بالمنصب، شلون راح تتلافوه؟ بالنسبة للتيار الصدري، التيار لديه مشروع سياسي أراد تطبيقه بشكل حقيقي، لم يستطع تطبيقه باعتبار الأدوات، كان عامل 220 أو الثلثين لم يستطع تحقيقه رغم التحالف الثلاثي كامل معه، بالتالي انسحب من الجلسة ثم ما رافقها بعد الانسحاب من أحداث. اليوم التيار ابتعد تماما عن هذا الموضوع بشكل كامل، ترك الأمر للقوى السياسية. عندما رأى هناك اجتماع سياسي تحالف السيادة ذهب مع الإطار التنسيقي وكذلك مع الاتحاد، ثم كانت المشكلة مع الحزب الديمقراطي وذهب الوفد إدارة الدولة لحل الإشكالية، هذه إجراءات عندما رأها التيار اقتنع بشكل كامل بأن الآخرين إذا كانوا قادرين فليذهبوا لتشكيل الحكومة، وبالفعل ما يجري اليوم. تالي ليس أنه المشكلة أنه، لكن الخطأ وين؟ أنه انسحاب التيار من العملية من البرلمان، هو كان إذا كان عنده مشروع يفترض أن يتم تطبيقه من خلال البرلمان، لا أن ينسحب أو يفسح المجال للقوى الأخرى، اذهبوا أنتم لتشكيل الحكومة أو عقد الجلسة الثلثين واذهبوا، وكذلك فض التحالف الثلاثي. لكن الانسحاب بهذه الطريقة وعدم تمثيله في البرلمان، نعم مشكلة أنه مكون كبير من الشيعة. هذا كل ونجاح الإطار أستاذ محمد الياسري يعتمد على إيفاء الإطار التنسيقي في تعهداته، رقم واحد للديمقراطية الكردستانية، رقم اثنين للسيادة. وهذا خل أسأل بيه أستاذ كاظم الياور، تتوقع ذلك من الإطار التنسيقي أستاذ كاظم أن يفي بجميع التعهدات والضمانات التي قدمت للبارتي، وعدم يعني يضمن عدم انسحاب البارتي على الأقل؟ يعني إذا البارتي منسحب والتيار الصدري منسحب، يجوز السيادة يلحقهم، ما راح يبقى شيء. وبطبيعة الحال يعني إطار التنسيقي يلعب من نقطتين، يعني نقطة أنه بحاجة إلى حزب الديمقراطي الكردستاني أن يكون حاضرا في المشهد السياسي وفي برلمان العراقي لكي يعطي شرعية لعملية السياسية في جميع أطوارها، خاصة أمام المجتمع الدولي. هذا الذي يريده بدرجة أساسية. أما النقطة الثانية، كذلك لا يريد أن يكون حزب الديمقراطي الكردستاني في يعني مفاصل مهمة في الدولة العراقية. فمثلا على سبيل المثال، منصب رئاسة الجمهورية بحسب معادلات السياسية القائمة، هم عندما يقولون مثلا منصب رئيس الوزراء للشيعة وهم يختارون الشخص الذي يريدونه، فنفس المعادلة تنطبق على في بيت الكردي. فهم الآن خرقوا هذه المعادلة، فلم البيت الكردي لم ينتخب فيما بينهم مرشحا قبيل، بل فرض الوسائل وإجراءات فرض على الطرفين الكرديين، ولم يعطى مجال لحزب الديمقراطي الكردستاني وهو حاصل على أغلب يعني مقاعد البرلمانية للتحالف الكردستاني إذا صح التعبير.
فهذه هي من طرف، ومن طرف آخر هناك بعض الأمور أخرى، اتفاقيات قد حدث قبل شهرين من الآن أنهم سوف يعني يحترمون القرار الكردي، ولكن في أيام الأخيرة عندما يأتي دور هنا وهناك أو ظروف معينة استثنائية في البلد يستثمرون هذه الظروف لكي يمشوا بها ما يريدونه من المطالب، وحزب الديمقراطي الكردستاني في هذه الحالة طيب. سوف يعني لكن رغم ذلك وافق الديمقراطي الكردستاني ليس مجبرا على السيد لطيف رشيد. الدليل على ذلك ليس مجبرا، برهم صالح متمسك بالمنصب، بافل طالباني يريد برهم صالح حاليا دا يتمشى، ما اعرف لسه عبد الكافتريا لو لا، ما مقتنع، ماكو واحد من الاتحاد الوطني مقتنع بلطيف رشيد، مستحيل، بس الديمقراطي الكردستاني، وعليه لم يضغط الاطار التنسيقي بهذه الصوره، لم يضغط. أستاذ عزيزي، الضغط كيف يكون؟ الضغط يكون بآليات ووسائل في البرلمان العراقي، عندما لا تعطي يعني جرينتي أو يعني أنك تقول لدي 170 نائب سوف يصوتون إلى مرشح حزب الديمقراطي الكردستاني. هذا الشيء ما موجود إلى آخر يوم من المفاوضات، ما كان موجود. هذا الذي كان يريده حزب الديمقراطي الكردستاني، أما تصريحات وبيانات في الإعلام فهذا الشيء لا يغني ولا يسمي من الجوع. فحزب الديمقراطي الكردستاني قرأ الساحة البرلمانية بشكل جيد أنهم سوف يعيدون الكرة في كما حدث في 2018، وسوف يخرج مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني يعني خاسرا في هذه الجولات انتخاب رئيس الجمهورية. فلذلك فضل الحزب في هذه المرحلة أن يكون يعني أقل الخسائر ممكنة، ولكن على مضض هذه القبول هي على مضض، بدليل أنهم اليوم سحبوا بشكل رسمي مرشحهم. يعني فإذا كانوا يريدون هذا المصب، بدليل أن المرشح منذ ساعات الليل المتأخرة كان موجود، يعني طيب. هذه الورقة كان موجود ولم يستخدمها كسحب، ولكن المجريات ظاهرة على العيان أنهم هم يريدون يعني بس بنفس الوقت السيد لطيف يعني رشيد اتحاد الوطني بنفس الوقت السيد لطيف رشيد صح هو مو بارتي لكن قريب جدا من البارتي، صح؟ هو عنده سابقا يعني علاقات جيدة، بل كان من البارتي سابقا قبل أن يذهب إلى اليكاتي، فهذا الشيء مريح للديمقراط الكردستاني. أبدا أستاذ، الشخصية محترمة، نحن لا نتحدث عن الشخصية، هي منهجية. حزب الديمقراطي أو الآخرين لديهم رؤية، منهج، هل هذا المنهج لو كان هم يعني متأكدين أو مؤمنين بمنهجية أستاذ عبد اللطيف لكانوا منذ أشهر يسحبون يعني لا يرشحون شخصا آخر ويرضون بأستاذ عبد اللطيف وكان يمشي الأمور، ولكن عملية في العراق اختيار منصب رئيس الجمهورية أو أي منصب رفيع المستوى بهذا الحجم يخضع إلى معادلات إقليمية ومعادلات داخلية. فهناك مثلا اليوم من يضمن إذا جاء شخص ما على منصب رئيس الجمهورية وأراد إطار التنسيقي حل البرلمان بذرائع كثيرة منها هي مطالب الشعبية، وأكيد إذا كان هذا المرشح قريب من الإطار التنسيقي سوف مباشرة يوافق على حل البرلمان. فبهذه الحالة الحزب الديمقراطي الكردستاني أين مصالحه؟ مصالحه في برلمان، فبجرد توقيع قلم سوف يكون البرلمان خارج العملية السياسية في العراق. فإذا هناك يعني أمور استراتيجية في المنطقة بحاجة إلى أن يكون المنهج متواجد، أن يكون هناك يعني هو قبل النظر بمنهج رئيس الوزراء المقبل أو منهج الإطار التنسيقي إذا صح التعبير. هنالك 15 يوم أستاذ محمد الياسري بانتظار السيد محمد الشيع السوداني إذا حسم الأمر اليوم، وهو يعني مرجح للسيد لطيف رشيد،
هذه 15 يوما تتوقع أنها سوف تكفي للتكليف، تكليف بتشكيل الحكومة من قبل الشيعة السوداني إذا حسم أمر رئيس الجمهورية برأيك؟ لو راح يغيرون الجماعة. قبل الإجابة على سؤالكم، قبل الإجابة على سؤالكم الكريم، أود أن أعلق على ما ذكره ضيفكم الكريم فيما يتعلق بالانقسام الكردي وكيف أن الإطار التنسيقي تعامل معه. النقطة الأولى في هذا المجال أنه رغم الاختلاف الذي كان بين الحزب الديمقراطي والإطار التنسيقي، إلا أن قيادات الإطار وفي مقدمتهم السيد العامري ذهبوا إلى الحزب الديمقراطي، إلى أربيل وإلى السليمانية لأجل حل الخلاف الكردي الكردي قبل كل شيء، حل الخلاف الكردي الكردي. كما كان الإطار يرفض أن يكون هناك تدخل في مسألة وتوسيع الهوة ما بين الإطار والتيار، وأصر على أن تحل المسألة داخليا وتكليف رئيس الوزراء من قبل الكتلة الشيعية حصرا، أيضا دعا إلى أن يكون هناك توافق ما بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكردستاني وحل الخلافات بينهما، وقام بعدة وساطات بين مختلف القوى الكردية لأجل أن تحل الأزمة ما بين القوى الكردية نفسها بدون أن يكون هناك تدخلات. وأيضا كان يرفض ولا زال أن يبقى هذا الانقسام قائما حتى في البرلمان، كان يريد الكرد أن يأتون بمرشح توافقي وحيد متفق عليه بين جميع القوى. بالتالي هذه منهجية الإطار، الإطار لم يتخذ قرارات نيابة عن الكرد ولم حتى لو أنه لم يتخذ قرارات بالنيابة عن الكرد، لكنه دعم فريقا كرديا على حساب آخر. نتذكر 2019 بالتأكيد باعتبار السيد بافل طلباني لا برهم صالح، نعم وقف الإطار كثيرا مع برهم صالح، قضية الثلثين هذه يعني من مزايا السيد برهم صالح وشلون امتعض منها بوقتها الديمقراطي الكردستاني. بهالطريقة ما راح يقتنع أنه وقف يعني إزالة الضغوطات، خلينا نقول يعني التنافس ما بين، ما راح يقتنع الديمقراطي الكردستاني. لا أنا متأكد يعني متيقن أنه السيد البرزاني فهم ما يريده الإطار، فهم سياسة الإطار جيدا، وخصوصا أن لهم علاقات وطيدة مع أطراف عندما كانوا في المعارضة، أنه ليست المسألة جديدة. لكن كانت رؤية أنه أنا حتى أتعجب كيف ذهب السيد البرزاني إلى التحالف الثلاثي وهو متيقن أنه، وأيضا هم أود أشير إلى أن الثلاثية التي ذكرها السيد البرزاني التوافق والشراكة والتوازن في صناعة القرار، أعتقد وتشكيل الحكومة والعمل التي الثلاثية اللي قامت عليها عملية السياسية، والتي أعتقد هي سبب انسحاب التيار الصدري عندما فشلوا في انتخاب رئيس الجمهورية مرتين، كانت مؤشر ودافع حقيقي إلى أنه السيد البرزاني فهم جيدا ومتيقن تماما بأن الوضع بدون التوافق لن يمضي. هذه الجانب أيضا هم يجب أن يؤشر له. نعم فيما يتعلق بسؤالكم إذا سمحتم ممكن السؤال الثاني كان تتوقع أنه بهذه 15 يوما سوف ينجح لطيف رشيد، إذا نجح طبعا وتم اختياره بتكليف السوداني، لو رح نشهد مطبات أخرى مثل ما يتوقعها حاليا كثيرون، ورحت هذا اللي يجبر إطار تنسيق ساعتها بتغيير السيد محمد الشيع السوداني محتمل. بالتأكيد أنه اليوم عندما حصل تأييد للسيد محمد الشيع، الرجل لديه مشروع ولديه برنامج، وطلب من القوى السياسية في انتخاب اختيار كابينته وفق ما يريده هو، وأعتقد جميع القوى السياسية أعطته هذا المؤشر الإيجابي في أن تتشكل الحكومة وفق ما يختار ليتحمل نتائجها هو السيد السوداني. أعتقد أنه 15 يوما كافية تماما لحسم تشكيل الحكومة، بل أقرب من هذا الوقت ربما، باعتبار جميع الأمور مهيئة في الفترة السابقة ومهيئة بشكل كامل، حتى البرنامج الحكومي أيضا مهيئة إذا كانت الضمانات واضحة. قبل قليل كانوا الكل دايخين الضمانات شلون تصير، حتى البعض يسأل شلون تصير الضمانات، قد تكون الضمانات هذه المرة عبر توزيع مناصب، انسحب تشكيل الحكومة كديمقراطي وكسيادة إذا ما توزيع إذا مناصب. ما حصل على ضمانات وما أصوت على الشيعة السوداني مثلا. لا بالتأكيد أنه عندما أيدوا السيد السوداني ولم نصل اليوم إلى هذه المرحلة ما لم يكن هناك عامل ضمان لكل الأطراف السياسية في أن الحكومة تتشكل وفق عملية التوازن والتوافق والشراكة بشكل كامل. نعم هذه النقطة. النقطة الأخرى في هذا المجال أيضا أنه عامل الضمان، باعتبار أنه الإطار التنسيقي اليوم هو الجهة الوحيدة
من هذه القوى الشيعية والتي هي أخرجت وأنتجت ورشحت السيد السوداني. بالتالي أيضا هناك تفاهم سواء مع تحالف السيادة بعملية التجديد للسيد الحلبوسي، أيضا هناك تفاهم مع القوى الكردية فيما يتعلق برئاسة الجمهورية أيضا، وطريقة توزيع المناصب ما بين القوى بالتساوي وفق الاستحقاقات القانونية والدستورية. أعتقد أنه عامل الضمان أنه لا يأتي مثلا يعني لا يمكن أن يأتي مثلا رئيس كتلة ويقول والله أريد ضمانا فلان أتيني بكفيل، هذه مو أسلوب سياسي ولم يطلبها أحد. عندما مثلا يذهب السيد العامري أو السيد المالكي إلى السيد البرزاني أو السيد واف الطرباني، هل تتوقع أنه السيد البرزاني يقول لهم أريد كفيل عليكم؟ لا مطلقا، هذا عبارة عن حياة سياسية أيام معارضة، هذا كان كلهما كان عاش في لحظات عصيبة وكل منهما يعرف الآخر ماذا يريده وكيف يكون الضمان في هذه المسألة. فبالتالي أنه مسألة الضمان أنه في أنه تتمرر الحكومة بهذه الصورة وبهذه الآلية وكيف يكون صناعة القرار بالمشاركة، أعتقد كلها قد تحددت بشكل نهائي قبل أن يذهب السيد السوداني إلى أربيل. جميل جدا. أستاذ كاظم، نفس الحالة تنطبق أعتقد قضية الضمانات، نفس الحالة تنطبق على أربيل، يعني حتى ولو لم يظفر الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب رئيس الجمهورية كما هو متوقع عرفا منذ مام جلال حتى هذه اللحظة، لو لم يظفر بذلك لكنه سوف يظفر بمناصب في إقليم كردستان، وعليه جرى الاتفاق على بعضها برأيك؟ طبعا في العملية السياسية يعني منذ 2005 بعد تشريع الدستور العراقي بطبيعة الحال نحن نتحدث عن الوقائع، لا توجد ضمانات ما بين الكتل السياسية وهم الكل يعترفون بهذا الشيء، لم يفعلوا شيئا ما تعهدوا به أو وقعوا عليه. هم يعني لم يفعلوا شيء للشعب العراقي جيد. فكيف فيما بينهم أكيد الحيل. طيب إذا تسمح لي أستاذ كاظم، إذا تسمح لي أرجع لك مرة أخرى، لكن لدى مراسلنا علي عبد الكريم مستجدات مهمة داخل البرلمان مع أحد النواب في المجلس، إذا تسمعني علي تفضل. نعم عبد الرحمن، يعني الآن ينضم إلينا سيد جمال كوجر، اهلا بك ضيف على شاشه الفلوجه الفضائيه. اهلا وسهلا. نتحدث عن ابرز المستجدات، ماذا دار في الجلسه قبل قليل؟ يعني الساده النواب بداوا بالتصويت، تقريبا التصويت في نهايه الفقره، يعني وصلوا لحرف ميم نون، باقي ها واو يعني وينتهي ان شاء الله. من الاقرب برايك لغايه اللحظه؟ باعتقادي الجولة الأولى يعني ستكون جلسة يعني مجرد يعني تصويت، لأنه لا ليس هناك أي مرشح يستطيع أن يحصد ثلثي الأصوات، فسنكون أمام جولة ثانية. الجولة الأولى ستعطيك المؤشرات لمن سيكون الغلبة. بالتأكيد جولة ثانية ممكن تكون بين سيد برهم صالح وعبد اللطيف رشيد. حتما. نعم. شلون نشوف الأصوات لمن أقرب من خلال يعني وجودك، وأيضا كان هناك أكيد لك حديث ويا أغلب النواب؟ يعني لا نستطيع التنبؤ لأنه الانقسام كبير وموجود داخل كل الكتل، فالمرشحين قريبين باعتقادي. حتى الجولة الثانية سيكون الفرق بين المرشحين فرق بسيط وليس كبير. جزيل الشكر. أهلاً وسهلاً. كوجر أكد ما تحدث به أغلب النواب قبل قليل، أنه يعني حتى بعد انتهاء عملية العد والفرز وانتهاء الجولة الثانية ربما سيكون العدد قريب جدا والنتائج ستكون قريبة جدا، ربما 10-20 صوت سيكون فارق الفائز الأول عن الثاني. أشكرك علي. أستاذ كاظم، هذه عودة إليك مرة أخرى، سمعت أستاذ كمال جمال كوجر يقول يعني الفرق ما متوقع حتى هذه اللحظة ما بين، يعني أكو انقساب ما بين جميع الكتل، ما حد يعرف حتى هذه اللحظة السيد برهم صالح لو السيد لطيف رشيد. قبل شوية كنا نتحدث عن لطيف رشيد هو سوف يظفر، والجميع كان متوقع هو سوف يظفر. نعم. غريب الموضوع. أنا منذ البداية ربما إذا حضرتك يعني عقبت أو من كلامي قلت أنه المفاجآت سوف تحصل في هذه الجلسة، والآن كنا نتحدث عن عدم الثقة،
فإذا كان هناك ثقة متوفرة حتى الآن اليوم في جلسة مجلس النواب العراقي، كان أستاذ عبد اللطيف هو الفائز من الآن ممكن أن نقول. أما عضو برلمان الحالي الآن جمال، أستاذ جمال، عندما يقول سوف يكون هناك فارق جدا ضئيل ما بين الاثنين، إذا لا توجد هناك ثقة. ما أعطي للسيد البارزاني إذا كان هناك وعود وثقة ما بين الكتل فيما بينهم، فكيف يكون هناك نسبة يعني حتى وإن فاز السيد عبد اللطيف بنسبة جدا قليلة من الأصوات على الدكتور وعليه إذا استمر عدم الثقة من قبل الديمقراط الكردستاني؟ لنفرض الديمقراط الكردستاني مدى يوثق هو وحتى شركاء الآخرين، هو هسه الاتحاد الوطني مدى يوثق جدا بالإطار التنسيقي إنه السيد بارزاني؟ إذا استمر عدم الثقة راح نشهد تتوقع تأجيل للجلسة. هو لماذا نحن نقول هناك إصرار حتى دولي وأممي أن تكون هناك في العراق حوار شامل وتسوية سياسية ما بين كل هذه الأطراف السياسية، من هم خارج البرلمان العراقي بإشراف أمم متحدة على هذه المخرجات، لكي تكون هناك ضمان دولي. العراق بحاجة إلى يعني هنا أن يكون هناك طرف ضامن ثالث غير هؤلاء المتمثلين في برلمان العراقي. المشهد السياسي العراقي اليوم تسير باتجاه مجهول، لا ندري كيف سوف تكون الأمور. هل حل هو تشكيل الحكومة؟ هل أنها تشكيل هذه الحكومة العراقية الحالية هو يعني خرق جدار الانسداد السياسي ما بين الشعب العراقي والكتل السياسية؟ دليل لا توجد أي خرق في جدار الانسداد السياسي، الشعب مبعد، صبات كونكريتية وإلى آخره، كل أصبح مبتعدين عن المشهد السياسي الشعب العراقي. فإذا أبعدت الشعب عن المظاهرات، عن الاعتصامات وضرب المتظاهرين وقتلهم في الشوارع برصاص الحي، سوف ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة سوف تكون هناك يعني قصف البرلمان العراقي عن طريق الهاونات والصواريخ، وهذه مؤشرات هي واقعة أمام أعينهم. ولكن مع أي عقول تتحدث عندما يكون المصلحة الحزبية وأموال وإلى آخره هي السائدة في البرلمان العراقي مع الأسف الشديد؟ أين لماذا لا يفكرون بالشعب؟ أين أصبح الشعب العراقي؟ لماذا كل هذه الصبات كونكريتية؟ فإذا أنت منعت حقوق السياسية هذا ما ستحسمه اللحظات الأخيرة والدستورية. اليوم لو نحن أمام لحظات للحسم النهائي أو إلى التأجيل إلى إشعار آخر. أستاذ كاظم الياور المحلل السياسي كنت معنا من أربيل، أشكرك جزيل الشكر. الشكر موصول أيضا إلى الأستاذ محمد الياسري الكاتب والباحث السياسي من بغداد، أشكرك أيضا. الشكر موصول إلى شبكة مراسلنا من بغداد علي عبد الكريم وكذلك محمود علاء الحديدي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم في بعض.